متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير وجمعتكم مباركة. تأثرت مناطق واسعة من المملكة لا سيما المناطق الشرقية منها بعواصف رعدية شديدة لهذا اليوم، وامتدت هذه العواصف الرعدية مع ساعات ما بعد الظهر أو ساعات الأولى من بعد الظهر إلى المناطق الشمالية من المملكة، وشملت أجزاء من محافظة إربد وجرش وأيضا محافظة عجلون. انتقالنا لصور الرادار الجوي الأخيرة التي تشير إلى تحرك حزم كبيرة من السحب الركامية الرعدية باتجاه المناطق الوسطى من المملكة، تصل إلى مناطق الزرقاء وربما تشمل بعض أجزاء من العاصمة عمان، كما تلاحظون عبر هذه الصور والتي ترصد أماكن السحب الركامية الرعدية فإنها محلية الطابع في مناطق جغرافية عشوائية ومحددة، وفي نفس الوقت هي تحمل معدلات غزارة عالية من الأمطار ولكن كما ذكرنا في نطاقات جغرافية ضيقة، وهذا الأمر يعمل على تشكل السيول وجريان الأودية. جميع هذه السحب هي مرفقة بحدوث للعواصف الرعدية، وقد كان هناك العديد من التقارير خلال ساعات ظهر هذا اليوم من حدوث صواعق عنيفة في المناطق الشمالية من المملكة بما فيها مناطق حدود جابر مع الأراضي السورية وأجزاء واسعة من مناطق البادية الشرقية. لذا دائما نرجو الانتباه من خطر شدة العواصف الرعدية في ظل هذه الأحوال الجوية غير المستقرة والسائدة في المملكة في هذه الأوقات. إذا لا نستغرب من انقلاب الأجواء المفاجئ في بعض المناطق من أجواء مشمسة ربيعية إلى أجواء ماطرة رعدية وكذلك العكس، كما أننا يجب أن لا نستغرب من وجود أمطار رعدية في مناطق مجاورة لنا، وقد نسمع أن هناك أمطار رعدية ومناطق التي نقتن بها لا يكون بها أي شيء، فهذه هي سمة حالات عدم الاستقرار الجوي. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.